قريب يا غريب، يا سليب العمامة والرداء، يا حسين يا حبيب الزهراء، ما خاب من تمسك بكم، وأمنا من لجأ سعادتي. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ولقد مررت على منازل من أهوى وفيض مدامعي، قفر وسألتها يا لو أنها نطقت، أم كيف ينطق منزل يا دار، هل لك بالرحل خبر، وأنا لمعالم خبر، أين البدور بدور سعدك يا مغناغا، وأين الأنجم الزهر، أين الكفات ومن أكفهم بالنائبات لمعسري يسر، أين الغيوم الهائطلات، أين الحسين، أين أخي الحسين، أين أولاد الحسين، هذا يمر على دار الحسين يرى تلك الدار خالية موحشة، كما يقول الإمام زين العابدين ليس بها إلا الأرامل والأيتام، يسأل الدار أين البدور بدور سعدك يا مغلاها، وأين الأنجم الزهر، وأجابته الدار قالت رحلوا بعدهم لله ستبيان ولا زبر، وأبكي اشتياقا كلما ذكروا، ترايكم ترايكم أمر بدياركم والعي تراكم، عليك ونائر اللي بقلبي ترايكم، خويا يا ابو علي خويا يا ابن امي يا ابن امي خويا، متى تعودون وعيوني ترايكم وتعود ايام نجار زهي، يقصد الحسين في كل سنة، يا
يطرق باب الحسين يقول شعرا يقول أنت حسين وبالصعاب حسن يا أبا عبد الله بعتك نظم له القبول الثمن غيرك من يمنح الرجاء بمن سيدي أبا عبد الله يا ابن الزهراء ما خاب من رجاء من باب من دون بابك الحلقة أكرمه سيد الشهداء وأعطى عدة مرات في مرة من المرات أعطاه 4000 درهم وقيل دينار والحسين اعتذر من ذاك الرجل قال خذها وإني إليك معتذر ولفها بعبايته ما كفاه الحسين جاب عبايته وخل الدراهم وقال له خذها روح خذها يا يا وإني إليك معتذر واعلم بأني عليك ذو شفقة ويا 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 بكى الإعرابي سأله الحسين عليه السلام لم تبكي هل استقللت المال قال لا يا سيدي المال كثير ولكن أبكي على هذا الجود على هذا الكرام على هذين الكفين السخيين أبكي عليك يا أبا عبد الله اليوم أنت موجود لا كان أخاف الدور الليالي والأيام ونجوما نلقاك وفعلا دارت الليالي والأيام كل سنة يجي للحسين ذي كل سنة هم يجي على عادته لقى باب دار الحسين ذاك الرحب الباب الوسع اللي عليه الوفاد رايح جاي لقى باب دار الحسين مقلوق الباب طرق الباب وإذا بيتيمة قالت من الطار قال لها سيدتي أنتم أهل البيت ما تقولون لمن طرق بابكم من الطارق أنا وافد أريد سيدي الحسين قالت قيف ذهبت قالت عم هذا رجل على باب دار أبي الحسين يريد أبي الحسين تقول الرواية أقبلت مولاتي قالت أخ العرب الحسين في سفر قال سيدتي أبقى يوم يومين ثلاثة يرجع الحسين قالت لا أسبوع شهر قالت له ما يرجع الحسين قالها مولاتي أنا مطلوب وموعد على جيتي وروحتي للحسين وأنا عندي بعد يعني مشاغل تركتها وجيت وعندي عادة يم الحسين زين مولاتي أبقى شهر أكثر أقل قلت له ما يرجع الحسين قالها أبو فاضل أخوه موجود قلت له لا قالها وليد علي ابن أخو قاسم أولاد أم البنين قلت له ما موجودين قال لها سيدتي اخبريني ما صنع الزمائل بالحسين قالت ما جور يتنشد على حسين على حسين على حسين غدا الوافد وذاك العهد أخوي اللي قصدت بكربل رهين رهين والله دفين أنا عيني تصد على المجبلين يا أخوي يقصد ببالي وياهم حسين كل من لها غايب سنة اثنين وانا غايب ما يرد بالحين لما سمع لطم رأسه قال سيدتي قتل الحسين قالت بلى أراد الانصراف يا شباب إلا أن مولاتي قالت قف أخ العرب نحن أهل بيت
ما قصدنا قاصد ورجع خائب، جاءته بمبلغ من المال وأعطته لأحد اليتامى وقالت خذ هذا المال وامضي إلى أهلك، لكن قالت لا أريد أوصيك وصي، قل للوفاد بعد لا يجون، لا واحد يجي دق بابنا، الحسين ما موجود. عاد هي مولاتي رجعت ونعت الحسين، خويا اجت يم وافد بوافد متعني ويدق الباب، قلت ليش نو انت، يقل لي معتني طلب، قلت لن كانك لحسين وين حسين ظنك خاب، رد الهلك يا الوافد وانصب لك عزا ونعا، رد الهلك رد ردود واخبر الوفاد، قلهم لا تجي وفاد، قلهم صيف المرواح. على كل نهاية تعزية ليالي باسم مولاتي أم البنين، أي والله الليالي هاي باسم مولاتي أم العباس بأبي هي وأمي. على كلنا نجيت وأريد أقرأ، وهذا ببركات مولاتي، على كل أحبابي هذه مولاتي زينب سلام الله عليها، أقامت العزاء بعد كربلاء وكانت تقسم ليالي العزاء، مثلا ليلة من الليالي عد مولاتي أم البنين، ليلة من الليالي عد مولاتي الرباب، ليلة عد مولاتي نعم ليلى سلام الله عليها، وهكذا مولاتي رملة بأبي هي وأمي، وكل ليلة يقيم أن تعزي وينعن الحسين سلام الله عليه، وتعال شوف كل وحدة تحن وتذكر وليدها، بس مولاتي زينب هي تجي تريد تسلق قلوبهن كذا، لأن هي أم الصبر وهي المصيبة كلها عليها. على كل مثلا تروح يا مولات الرباب هي تنقل، تقول أشوف الرباب تتعب من البكاء، هن ما عاشن أبدا، مثلا مولاتي زينب تقول الرواية أكثر شيء عاشت سنة وسبعة أشهر، مولاتي الرباب سنة ونص. على كل يقال أن مولاتي أم البنين عاشت أربع سنوات، على كل تقول مولاتي زينب أجل الرباب أشوفها تبكي كذا، بعدين تتعب تغمض عينها تسلهم كأنما تفز مرعوبة تركض ألزمها قلها رباب وين، تقول لي مولاتي أسمع وليد الرضيع يبكي، أسمع عبد الله يكلمني، الله يذكر بالخير ذاك اللي يقول عن مولاتي الرباب، الرباب أم الرضيع تقول عوف النوم توفزع بحلات النوم، حسبالي بكى وليدي وقعد يرضع، أثارت حلم بصوته ولويت على المهد جيلي، قمت لأن المهد خالي وزادت حسرتي وعيني على وليد الطفل تدمع. على كل وهكذا ليالي العزاء بدار الحسين سلام الله عليه، أو تعال شوف أم البنين صاحبة هذه الليالي، هذه الأمرأة اللي بكاها الإمام زين العابدين لما بلغه خبر وفاة أم البنين، جاءه الفضل بن العباس سلام الله عليه، قال سيدي ومولاي إن أمي إن جدتي أم البنين توفيت، فقال الإمام زين العابدين يوم حزن وأسى، بس تعال قل لي شلون قضت هاي السنوات بعد الحسين. هاي أم البنين اللي دخلت دار الحسين أو دار علي بن أبي طالب، يقال وقفت بالباب قالت لأبي الحسن سيدي أدخل أنا إلى دارك ولكن شريطة أن أكون خادمة، قال بل أنت أم الدار، قالت أنا خادمة للحسن وللحسين ولزينب سلام الله عليهم، وعاشت نعم بدار أمير المؤمنين وأول وليد لها أبو الفضل العباس. يقول لما ولد أبو الفضل جاء المبشر لأمير المؤمنين وهو الحسين، قال أبي إن أمي أم البنين ولدت ولد كأنه البدر في ليلة كماله وتمامه، فالتفت الإمام للحسين قال بني حسين بشر به نفسك أولا، إن الله خلقه من أجل خاطرك وتكريما لك يا أبا عبد الله.
ثقوا اخواني واعتقدوا الله خلقكم، خلقنا لخدمة الحسين ولنصرة الحسين وان نبكي الحسين وان نعظم شعار الحسين. وبعدين خلي يكون ببالكم ترى الحسين ما محتاجنا، احنا المحتاجين سيد الشهداء، وعلينا ان نجد نعم بطريق سيد الشهداء، وان نبتعد عن القيل والقال والشبهات، وخصوص هذه الايام. وبعدين انا يعني عايش المجتمع واقرا في كل مكان بالبصرة، اكو ناس شفتهم حقيقة ظلوا يخدمون من ورا خشومهم، عبالهم سيد الشهداء محتاجهم. من شفت النعمة اخواني، ترى النعم تدوم بالشكر. شوف هذا مجلس الحسين، والله اذا فرد يوم اسأت اليه او فرد يوم تكبرت عليه او فرد يوم شوية شلت خشمك، ترى تنشف النعمة وتروح، ويطيها الحسين لغيرك الله لا يبلانه. وان شاء الله تبقى عليكم هاي نعمة الحسين. ينقل لي واحد من الخدام عن شخص اذى ألم كذا، هم اثنيناتهم كأنما في طريق سيد الشهداء، بس هذا شوية تكبر صار في 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 وضع خاص، على كل صار في المشكلة بيناتهم. راح لأبو فاضل قال له مولاي أبو فاضل أنا ما أقدر أسوي شيء، بس هذا بعد يمك سيدي أريد تأخذ حقي من عنده. يقسم بالعباس يقول رأيت أبو الفضل العباس، قال له بعد لا تدير بال هذا يمنه، قضيته يمنه. على كل بعد مرت فترة شهر أقل أكثر، هذا ما صار بي شيء، ذاك الخصم اللي قلت لك شوية خربط بأموره، هذا الإنسان المتألم راح لأبو فاضل قال له سيدي ما صار بي شيء، لا بعافيته ولا لا بماله، سيدي أنا جايك شكاية أبو فاضل لا تردني. يقسم يقول رأيت العباس مرة أخرى بأبي هو أمي، يقول بهالعبارة قال لي أكبر نعمة أكبر شيء أخذنا من عنده. قلت له مولاي ما أشوف شيء، قال له لا سلبنا من عند الدمعة اللي كانت إنه الدمعة اللي كانت إني اللي هي تنجي أخذناها لويش مولاي، قال له ما يستاهلها ما يستحقها. فديروا بالكم شباب، احنا نبكي على سيد الشهداء، نتعزى بعزائه سلام الله عليه، نجي للحسين للحسين، نجي بخضوع بانكسار، نتعرى من كل شيء من الغرور والكبرياء، وهاي بعد العناوين اللي جاي نشيلها وأسماءنا وفلان هذا وفلان، لا للحسين تجي خادم مطأطئ الرأس يا أبا عبد الله. مو احنا اللي نقرب المجالس ونقول الزهراء تحضر إذا نعتقد الزهراء حاضرة، فكون نجي بقمة التواضع حقيقة. وبعدين هذا عزاء باسم أم البنين، ايش تتصورون فاتحة ومنصوبة لأم البنين، منو الواقف معزب بالفاتحة غير أوليدها أبو فاضل؟ هاي كنا نعتقد بها واقعنا إخواني. أبو فاضل إن شاء الله يسمعنا ويانا قاعد ويسمع التعزية على أم البنين. على كل أحبابي، فهذا العباس الله خلقه لنصرة الحسين، قال ولدي بشر به نفسك أولا، وجاء الحسين وأبيه أمير المؤمنين وجلس عند أم البنين. الإمام قال لأم البنين ناوليني ولدي، أخذه وقبله قبلات مختلفة، قبله على عينه على هامته على كفيه على صدره على نحره. بكى أبو الحسن، التفتت مولاتنا قالت سيدي تبكي لهذا الوليد؟ قال وكيف لا أبكي وإني أرى على نهر العلقم بلا كفيه فضيخ الهامة. قالت يقتل؟ قالت نعم. متى وبأي مكان أي زمان؟ قال في أرض يقال لها كربلاء دون الحسين. بذيك اللحظات وليدها وعزيزها وأول وليد تجيبها هاي الأم فتشت عينها، قالت دون الحسين؟ قال بلى. قالت والله إني رضيت إن ولدي يقتل دون الحسين. وعدت ذاك الولد ذاك الإعداد. على كل أحبابها يوم البنين قدمت أربعة للحسين، وما يوم سمعوها قالت عباس، ولا يوم سمعوها قالوا عون وجعفر. اي نعم، يقال انها سألت عن موقفهم، قالت اريد اسأل عن موقف اولادي، خو ما فشلوني قدام الزهراء. روح اقرب التاريخ، هذا الوعيد السؤال اللي سئلته. فها ام البنين ام الوفاء يا اخواني، عاشت بدار علي مرفوعة الراس، يقلوها ام البنين تشيل راسها، لكن فرد يوم يجي يا شبابي يصيحون ام البنين تدنق راسها، تقول لا واحد يقول ام البنين سموني بام البنين وشلت راسي وطر، لكن جفاين الدهر والفلك طقني وطر، العمد اه العمد صوب دني
وطايا يا اردون الشريعه فضخ من قمر هاشم هام. انا ما لوم بشير وركز بكبدي ها يا غام. العقل من المدينه لزم درب الطفوف وهام، والفكر ويا القلب صفق جناح وطار. تعال شوف لما دخل ابن حذلم وهو يقول يا اهل يثرب لا مقام لكم بها. دخل ابن حذلم وقف على ربوة ونادى لا مقام لكم بها. قال الناس يا ابن حذلم أليس هي دار آباؤنا ومسقط رؤوسنا؟ قال بلى، قتل الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء والرأس منه على القناة. أيوا حسينا يدار ولنصات من هالجمع الأكبر. هو يصيح الناس ضجت بالبكاء لكن صوت إجها لنصات من هالجمع الأكبر. طلعت مريت تمشي وتعثر صاحت ينا عش الخبر اش المصاب الله اكبر. اثار المرم عباس الازهر يا اثار المرم عبايا لم يقول التفتت لهاي المرة يقول هسه انا اصيح قتل الحسين قتل الحسين هذا زين العابدين نزل برحابكم وعماته. يقول لكن تقول لي اخبرني عن الحسين هاي تبين ما ظل الهراي. قلت من هذه؟ قالوا هذه ام البنين هاي ام العباس واخوانه. قلت قالوا اي نعم. قلت اخبرها باولاده اللي تسال عن الحسين وما تسال عن اولاده خل اخبرها باولاده. عظم الله جرج بجعفر وعون تقل الفدى الحسين يرحوم. عبد الله غدا وياهم فرد كون تقل الفخر رحالة المختار. عباس انشتا يا العباس اش تقولين اش تقولين التوات وتقول قل بقرة العين بشا ودق على راسه وصاح يا حسين. لما اخبرها بالحسين قبل ما يخبرها بالحسين قالت قطعت نياط قلبي اخبرني عن الحسين ما سألتك عن اولادي. فاخبرها بالحسين لما سمعت صاحت وضيعتها بعدك يا ابا عبد الله امشي لي مع عباس. اريد اقرا ختام بس سيد طفي نايل ابويا كله سيد محسن بلا امر عليك ابن الزهراء. امشي لي مع عباس نبرة الصورة يوم ردي الضعن للمعمورة. ابو فاضل عليكم امك الزهراء تسمعنا. مولاي ما اريد انزل ولا اريد نروح بغير طريق. مولاي اذا مكتوبة النزل اصطرنا يا ابو فاضل ما اريد نعيش بعدها لحظات يا عباس.
امشي لي معباس نبر الصورة يوم ردي الوعل للمعمورة سمعتي معباس ضعل للمدينة وبشر بن حلم حلم ايش قال بن حلم قال زينب بلا يزل ايم زينب زينب بلا يزل مردت للوطن متخيلة ايش كبر هالمصيبة هاي زينب اللي راحت بحماية الحسين حماية ابو فاضل ترجع غريبة سادة زينب بلا عزل ايم ردت للوطن ورايا فوق الضعن ما منشور الزليم فرعت روسها وصوب العليل والنساء جرت بالعويل تقوم وتقعد امي تشفيل الخبر شايد والدرب عثوره الصيح بسك يا بشور قلبي انشلع ما تقل يا هو بزينب رجع عقب باليمه الشمس وبجوره ساد موالي نجت مولات ام البنين اجت تدور على زينب دخلت بذيك الخيام اللي نصبها الامام تعدت معباس من زينب ترى اجت للخيمه تصيح حسين يمه حسين يا ابني يا ذبيح وين زينب وين يم قلبي جريح يما يا بنت فاطمة مأجورة تعدت معباس تعدت معباس من زينب ترى وتنشد النسوان يا هي المرأة ويلاه يعني زينب ها كثر متغيرة وها كثر من هالسفر مهضومة شافت مولاتي صرخت واخاه وعباسا أجابتها مولاتي وولدا وحسينا صيح وولدا أم البنين وحسينا أنا أريد أقرأ بعد بيت بيتين ختام حتى إن شاء الله الملة جزاء الله خير والله يحفظكم أريد نبكي على الحسين وبكرة إن شاء الله وبعد بكرة باسم مولاتي أم البنين بس أنا هالشكل أتصور لما قعدن ومولاتي تنعى تنعى أخوها أبو فاضل لأن هي جاية من مصيبة وتلقتها مولاتي أم البنين وصارت مولاتي هي تسلي غيرها سألتها عن 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 أولادها وعن موقفهم تقلها يما أوين وانعى قبل ما الفجر ينطار ودليل من الهضيم يريد دليل من الهضيم يريد ينطار يما يما شنتي بخدر بي عباس شلت بخدر بي عباس ينصار ولن بي ينعد وين سبي شوني
تدري يما وين اوين والناس ما تدري شوني وانا الحسرات يا يما شوني بعد شنتظر شتم شواني شواني حسين ونام بتراب الوطيه